السلام عليكم استنيس، ازي حوالك يا حبيبي؟ عليكم السلام، ازيك يا دكتور؟ عساكم بخير. الله يكرمك. والله بخير، وحشني والله، افتقدتك في بالامس والله. الله يكرمك. ازيك يا دكتور؟ انا بعت لك الايميل امبارح. ما دخلتش خالص، انا كنت، ما انت عارف انا نايم الساعه 8 النهارده الصبح. الله يعينك. الله يعينك. انت صاحي بعد صلاه الفجر؟ بصلي. انا بعت اجيب صوت الامه فعلا، ما بتنزلش النهارده. لا ده هتنزل النهارده بالليل، هتنزل بالليل. هتنزل النهارده بالليل. النهارده بالليل نازل فعلا المقال النهارده. طبعا صفحتين ان شاء الله. طيب خير. الله يكرمك ويبارك فيك. نزل صفحتين برضو، رغم الاحداث اللي كانت حاصله دي. انا كنت عارف لولا الاحداث بتاع امبارح دي بتاع الجمعه، كنت هنزل 4 صفحات. الله يكرمك. لا احداث الجمعه ديت صراحه خطيره والله يا حبيبي. دلوقتي بيحصل حاجات عجيبه شفناها النهارده في السي بي سي، بس هم بسرعه راحوا شالوا الكاميرات. الله عليك، صحيح. انا شفت شفت النهارده، قلت لازم يشيلوا الكاميرات ديت، لان هتبقى فضيحه لهم كبيره جدا. صحيح صحيح. مسكوا حوالي 10 نزلوا ضربوا فيهم وانا قاعد بتفرج، موتوهم من الضرب قدام الوضع وحش والله يا دكتور محمود. نسال الله السلامه والله. يعني تخيل تخيل اي موقعة الجمل مات فيها 11 واحد، اللي احنا اللي ايه بنحاكم فيها حسني مبارك 11 واحد. فاكر المره اللي فاتت دي لما حصلت في ميدان التحرير من حوالي 20 يوم ولا بتاع؟ ايوه مات. ايوه 34. لا النهارده بقى بقول لك، النهارده معتمين اعلاميا دلوقتي. يعني قال بكل القنوات انها تشيل الكاميرات على المباشر دي خالص، حتى النيل الاخبار وكل القنوات المصريه دلوقتي ما بتذيعش الحدث مباشر. صحيح. بتذيع صور من امبارح. ايوه الله ينور عليك. الله السلام. الله يبارك فيك. ربنا يستر عليهم ان شاء الله. هنعمل ايه؟ ان شاء ربنا يبارك فيك. تعمل ايه؟ طمنا على حضرتك. والله الحمد لله على كل حال. ربنا سبحانه وتعالى يبارك فيك ويجعلهم ميزان حسناتك. ربنا يحفظك ويعينك ان شاء الله ويوفقك. اللهم امين. والله باذن الله لا تراجع بالنسبه لي. انا قاعد على فكره، انا كنت قاعد برضه بفرغ وببص على الحاجه الحقيقه اللي اتعملت، حاجه كويسه للقاء الاخلاني. المقاطع اللي اتعملت ده جميله صراحه، يعني قوي قوي. اكيد حضرتك بصيت عليها بعدين. شفناها كلها ومنتجناها وظبطناها ومنتج دلوقتي لا على الموقع دلوقتي ولا حاجه. والله احنا حاطينها على اساس عينها كده يعني. ما فيش مشكله، ما يهمش. مش ان شاء الله باذن الله تعالى. انا لقيت حاجه كويسه، لقيت حاجه كويسه. خير. لا قعدت ابص عليها لقيت حاجه كويسه. لا هي كويسه، ممكن تتذاع حتى في قناه فضائيه مش بس كده. الكاميرا والله حلوه، اللهم صل على النبي. وكان الشغل محترم، والكلام الشرعي كان كويس، واخد بالك؟ فانا بقيت مبسوط من الردود، معقوله وذكيه وخالصه. بقيت مبسوط وانا قاعد بتفرج والله. انا اتفرجت. الله يكرمك ويبارك فيك. هو العيال اخوات حسان إيه؟ اسمهم ايه؟ هم عنده كم اخ؟ هو عنده حسن حسان ومحمود حسان ووهبه. حسن الكبير؟ لا انا مش عارفهم. في واحد اسمه وهبه، ده اللي كان متهم في قضيه سرقه او في قضيه تزوير عربيه جايه من ليبيا. يا خبر ابيض. بيلعبوا في النمر بينا واتحكم عليه بالسجن 3 سنين. شوف 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 التقوى مولانا، شوف التقوى. دي الجرايد اتكلمت عنها بكتير يعني. والله دي امتى ده يا دكتور؟ ده امتى؟ ده من حوالي بالضبط شهرين ونص كده تقريبا. يعني قريب خالص. قريب. على النت وهتلاقي المواقع لو انت بحثت عن وهبه حسان او حاجه كده. اسمه وهب. تمام. وهب. والواد الثاني اللي كان بيشتغل على العربيه الكارو ده ولا عرض ده؟ محمود حسان نفسه اللي هو مدير قناه الوقت. يا للسلام. ده كان بيشتغل على العربيه بتاع التبعين دي. يا نهار ازاي. يا نهار ابيض. والله العظيم. تباع ده هناك. يا نهار ابيض. يعني معروفه دي يا دكتور محمود؟ معروفة. والجليل الخطيب اللي يعني كشف لنا وقال يعني الراجل سبحان الله شغلي اللي هو كان بيشتغله اصلي. صحيح. وجاي دلوقتي يحرك عشرات المشايخ يمين وشمال. يمنة ويسرى. نسأل الله السلامة والله. تباع تباع عربية. انزل يا ابن الأجرة يا ابن. نسأل الله تبارك وتعالى السلامة. مين بقى يعني؟ حسن ووهبة ومحمود. ومحمود. والواد ابنه اللي هو اسمه أحمد اللي كان متهم بالبيت. يعني ماتت البنت دي على ما اعتقد. البنت دي يعني. ايوه ماتت. ما انا تساءلت بقول البنت دي مين اللي قتلها يا شيخ حسان؟ فبقول يعني ايه البنت دي؟ يعني احنا عاوزين نعرف ايه حكايتها وليه تم التدليس عليها كده وبتاع. ما هو برضه لا تساؤلات برضه يعني مش لطيفه يعني. البنت جايه تتهمكم وبتاع ما اعرفش ايه كده يعني. والله هي حقيقه نسال الله تبارك وتعالى ان يستر علينا وربنا سبحانه وتعالى. يعني بقول لك حاجه تزعل ما تبسطش يا استاذ. ايوه طبعا يعني. طبعا ما هي يعني احنا يعني ما هو ده في وش الدعوه وفي وش الدعاء كله ايه. انت لما يبقى واحد وحش في مهنه ما هيبقى هيخلي الناس كلها شكلها وحش.
فبنبقى حريصين برضو على انفسنا، مش يعني مش بس عليه وعلى الدعوه، على انفسنا برضو. فما يهمش ما يهمش، هنشوف النهارده ان شاء الله. هروح الجورنال كمان 3 4 ساعات كده، هيكون طلع بالليل، هو هيطلع على بالليل على الساعه 8، ما اعرفش بيجي عندكم ولا لا بقى، على بالليل يعني. لا هو ممكن يكون في التحرير ولا في حاجه. هيبقى بالليل ده في وسط البلد، لكن الصبح ان شاء الله هيبقى في كل جمهوريه مصر العربيه باذن الله. ربنا يرضى عليك، وهكلم حضرتك على طول. ما شاء الله، ربنا يحفظك، ربنا يحميك. سلم لي على ابو زيد والاسره الكريمه، وربنا يحفظك. السلام عليك، الله يحفظك، ربنا يكرمك. سلامنا للاهل كلهم، السلام عليكم. يكرهوكم السلام والله، ومرتاحين بحضرتك. الله يحفظك، ربنا يزيد الاخلاق. السلام عليكم. وعليكم السلام. اتفضل يا دكتور، اتفضل. جزاكم الله خير. السلام عليكم. السلام يا حبيبي. وعليكم السلام. مع السلامه.